اخويا امين، ما بين الارقام واسماء الدي ان اس وما علاقتهم بالبينج وسرعه ديال التحميل. خويا ملي تيكون عندك واحد لو دي ان اس، حيت هذاك الدي ان اس شنو هو؟ سيت ان سيرفر. ان شاء الله غادي واخا نشرحوه دابا نيت نحيدوه علينا حتى هو. المهم حنا كنا دايرين ساعه، حنا بغينا نوليو ساعه ونص. المهم يلا واخا زيد زيد، هادو تاني مفاهيم خصنا نحيدوهم. واخا بعدا نتفاهموا على واحد القضيه، اش كنقصدوا بان سيرفور وقتاش نقولوا سيرفور؟ باش ملي نبقى نقول سيرفور ما نقولش واش فاهمين ولا ما فاهمين. كاين سيرفور، كاين وقتاش تنهضروا على كليون وقتاش تنهضروا على ان سيرفور. اشنا هو السيرفور واشنا هو كليون واشنا هو بي سي عادي؟ هذا اشنا هو هذا بي سي عادي بحال هذاك اللي عندك الفرق. اشنا هو الفرق ما بين بي سي عادي ديالك وما بين ان سيرفور؟ الو، الفروقات كتجي على عده مستويات. كاين عندنا المستوى الاول، نهضروا على المستوى الفيزيائي، الفيزيك، لا بارتي فيزيك. الوغ لا بارتي فيزيك شنو هو الفرق بيناتهم؟ لا بارتي فيزيك بالنسبه لان سيرفور ملاش كيتكون، يعني تيكون 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 في المواصفات التقنيه ديالو اقوى بكثير مقارنه مع الحاسوب، لا من ناحيه الرام، يعني لا رام اللي كتكون في السيرفر كتكون كثار من لا رام اللي تتكون في البي سي، من لا من ناحيه البروسيسور. البروسيسور اللي تيكون في لي سيرفور تيكون ان بروسيسور اللي هو اوبتيميزي باش يدير باش يكون ملتي تاش، حيت السيرفور كيدير بزاف د الحوايج، تيكون اوبتيميزي فيغ يعني مالتي تاسك، ماشي بحال البي سي. تيكون اوبتيميزي فيغ لهاد اللعيبه هادي، تيكون الصبيب د الانترنت باش كيخدم هو، ماشي هو الصبيب د الانترنت باش تخدم، هذاك تيخدم بلي بور. سرعة التحميل ديالو كتوصل لدي جيجا، ماشي بحال، يعني هو في الناحية الفيزيائية تيكون أقوى بكثير من الحاسوب العادي اللي فيه الرام عندك انت 8 جيجا أو لا أو لا أو لا 16 جيجا أو بروسيسور اي 5 5 ولا 6 جينيراسيون. من ناحية ديال السوفتوير، بالنسبة لأن سيرفور الا هضرنا على الويندوز تيكون تيخدم بواحد النظام تشغيل كيتسمى الويندوز سيرفر. دابا بون هادشي ان شاء الله غادي نهضروا عليه من بعد. المهم تيخدم بويندوز سيرفر، تيكون تيخدم اللي تاخذ معايا انه السيرفر كيخدم بواحد النظام ديال التشغيل تيكون اوبتيميزي فيغ لي سيرفور، تيكون خاص بالسيرفرات ماشي خاص بلي كليون، متفقين؟ وهنا كاينين الويندوز سيرفر، كاين لينكس ولينكس في لي ديستريبيسيون، كاينه دوبيان، كاينه الفيدورا، كاينه سينتوس، كاينه عطا الله، كاينه الاوبن سوزي، كاين بزاف. المهم هادشي غادي نشوفوه من بعد. فانا علاش قلت هاد اللعيبه؟ قلتها باش نجاوبك على واحد السؤال والله الا مشى ليا. على الدي ان اس، ملي تيكون عندك واحد السيرفور اللي تيكون باغ اكزومبل داك السيرفور اللي بغى يعالج ليك دوك البيانات اللي قلنا اللي كيدير ترانسلا، مثلا واحد السيرفور مثلا اللي في اسبانيا راه ماشي هو واحد السيرفور اللي كاين مثلا في ميريكان او اللي كاين في البرازيل او اللي كاين في اسيا، لان هذاك السيرفور اللي عندك نتايا في اسبانيا هذاك راه البينغ هذاك بيكون سريع لانك انت قريب لهذاك السيرفور مقارنه الا خدام بواحد السيرفور كاين في الباراغواي. هذاك اللي في الباراغواي راه تياخذ واحد الوقت باش تصيفط الريكويست وواحد الوقت باش تجاوب. داكشي علاش؟ حيت حنا تنقولوا ترانسليشن، هما كيديروا ترانسليشن. اذا الا كان السيرفور بون انا ما عرفتش الا كان الدي ان اس اصلا يعني كسيرفور عيان وهذا بلا تا قضيه انه البعد، فراه بطبيعه الحال حيت الا كان هو ثقيل في الخدمه راه غادي افكتي لك حتى ديك التصفح ديالك ملي كتخدم ببروكسي او لا. المهم هادشي بنا نبعدو ثاني. المهم تخدم بروكسي ولا تخدم في بي ان ولا وكيعطيك تخدم بروكسي، وملي كتبغي تدخل لشي سيت ويب كيتقيل في التيليشارجمون. علاش ثقيل؟ لانه داك البروكسي اللي انت بعدا داير فابور راه 20000 واحد داخل لهذاك السيرفور، عنده واحد الضغط بزاف الناس داخلين ليه، الوغ تينقصوا لي بيرفورمانس ديالو، زيد عليها كذلك البعد. انت شاد سيرفور في جي با في خر الدنيا راه بطبيعه الحال راه غادي يلعب، هذا افكتي لك البينغ وافكتي لك حتى سرعه التصفح.